أعرب رواد الفيسبوك عن استيائهم الشديد بعد تداول مقطع فيديو لفتيات بترقص على أغاني شعبية بصحبة حصان في حفل التخرج طلاب إحدى الفرق بكلية التجارة. إحنا شايفين الفيديو قدامنا بجامعة المنوفية في مدينة السادات، وكانوا لابسين جلاليب ضيقة على مرأى ومسمع من الطلاب وأساتذة الجامعة. الرواد استنكروا إن ممارسات زي دي تحصل داخل الحرم الجامعي، واللي وصفوه بإن الجامعة اتحولت لكباريه. أنا عايز أقول حاجة هنا بعد إذنك. شايف الفيديو؟ عايز أقول حاجة بس، أنا شايف إن كل ما حد يرقص قبل كده، في الأستاذ أشرف قنديل المدرس الرقص في احتفال مدرسة اتهموه وعملوا فيه. يا جماعة يعني أنا مش شايف بدلة رقص، معلش أنا حتى يعني اختلفت مع الأستاذ أحمد فرغالي، يعني ده رقص شعبي زي فرقة رضا مثلا، يعني ده شيء مش غلط وكفاية تطرف فكري. وبعد كده أنا أعرف إن الحرم الوحيد اللي ما يحصلش فيه حاجات زي كده هو الحرم المكي يعني، أو الحرم النبوي، لكن يعني لكن يجوز الرقص في الحرم الجامعي طالما في احتفال. هو احنا مش هو بيقول لي في ودني لا يجوز. انا عايز اقول ان انا مش برقص في سيكشن، مش برقص اثناء محاضره، واضح ان في كرنفال وفي ناس بترقص. احنا بقى عندنا مشكله وبعد كده مفيش يعني حاجه خليعه يعني، معلش يعني ده رايي خاص. انا مسؤول عن الجلاليب ضيقه. لا يا فندم احنا ما نعترضش جلاليب ده ولا مش جلاليب ده، احنا مش قاعدين في افغانستان او في ايران، معلش يعني كل واحد يتحمل مسؤوليه نفسه. الحرم الجامعي في طالما في احتفال، طب ما يشغلوا قران بقى، بلاش يحتفلوا طالما يعني في الى هذا المكان القدسيه دي. يا استاذ فرغالي، النهارده وافقت لجنه الشؤون الدينيه والاوقاف